السلام عليكم متابعي قناة أم حسام أمل المتنوعة، كديري لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله غيكون هو راندا من مرة بيل بوينت كخوا، إن شاء الله يا رب تعجبكم. هنايا يعني خديت هكايا غير هكا بقع بجوج لوان كيف ما كتشوفوا هنايا يعني بالخضر والزرق، غادي نخدمو عليهم هنايا في الراندا. الرش يعني العدد ديال راندا ولا ديال هاد الرشيمات كتبقى داكشي عشوائي، ماشي شي حاجه اللي مضبوطه. استسمح على الخدمه حيت ماشي ديالي، غير طلبت واحد مبتدئه باش خدمتها لي باش ندير معكم فيها الدرس. ما كانش الخدمه يعني بواحد الكاليتي اللي زوينه، مهم غير باش نوريكم فيها داكشي علاش. المهم انا راني خديت قلت لكم انا دائما نخدم بهذا ديال الجرير، ممكن لكم ديروا الحرير، هو الحرير تيتشنتف ماشي بحال هذا، كاليتي ديالو زوينه ولا ديال الطرس. درتو على ثلاثة، الابره النمره خمسة. نجي انايا نطلع هنا ونهبط باش نعقد هذيك العقده. نجي غدا نبدا الحمد من هنا. انا طلعت ليبرا باش نوريكم هاد الضربه ديال راندا الكروه في النهايه. كنجي ها الكروه اللي طلعت من هنا، كنطلع كروه هكايا ميله، كاينه كروه في الوسط اللي لاحظتوا هنا عندنا اربعه نقاط، هما واحد جوج ثلاثه اربعه، وكاينه وحده الوسط. نجي انا نضرب هنا على الله تبان ولا تنشوف. غندي العقدة لتحت على هكا، نتوما راه غديرو الخيط يعني الراندة على ثلاثة، أنا خدمت الراندة على أربعة باش قلت لها ديك السيدة تخدملي على أربعة باش تبان ليكم في التصوير. نحيد هاد الشوب شدو من تحت. بالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا القناه، ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. مازال ان شاء الله ندير معكم راندا يعني زواق على شكل وريدات بالبريد بالرباطي حتى بالموزون. المهم هادو مسائل كلها نطرقوا لها. دابا غادي نبداو بهاد شويه. انا خدمت ثلاثه في العود، غنجي هاد الاولى درتها، هاي غندير ثانيه، انا نوريكم الكروه دابا. نطلع الخيط باش نوريكم هالكروة عندنا. هادو هما الكروة، هاهي الكروات اللي كنخدمو بيهم. انا نطلع نجي نطلع هنا باش ندير جوج في الجناب. ها الكروه اللي كنخدم عليها انا، هادي في نفس الصف ديال هادي هنا، هاد الكروه اللي في الوسط كنخليوها كنمشي هنا، ندير هكا كندير هكا. هاي واحد جوج ثلاثه اربعه، نضرب هنا هاد الرشمعنه اللي خديت منها هاد النمير، خص تكون طاي صغيره، هادو كبار حيت دايره انايا الراندة هنايا غايده شويه، وانا درتهم باش يبانوا ليكم نتوما. راه ملي غديروا الخيط على ثلاثه في الخدمه تختاروا ديك الرشيمات يكونوا هكايا
رشمتي يكونوا صغار، ديو لهاد الرشيمات هادو باش تخدموا عليهم. كاينين واحد المجموعه كبيره، وكاينين داير منهم نيت فيديو في القناه ديال مرمد الجوهر من الفيديوهات الاولين في القناه. دابا عندي خصني ندير 6 هنا في الارض. عندي هنا ندير هنا 6 صراحه. البوان كرو في الراندا اسهل بحال كانفا. دابا نوريكم غير الغرزه، راه تبقى الطريقه سهله. دابا نرجع نصغر شويه مني هنمس هادو هكايا فوق. دابا خصني نجي هنا ندير 3 بحال هكا باش نوريكم كيفاش غادي نخدمو بالغوص. ندير 2 3 يعني ماشي 2 عفوا. هاد الصراحه هاد الخيط هضره ما تيتشنتف ما والو نهائيا، زيد الخدمه ديالو فنه. دابا غنجي لافاس اخرى باش ندير 2 لي كارو باش كنبدا نفصل داك الرشمه اللي عندي. يعني انا عندي 2 الوان، كيمكن لكم ديروا غير هذيك النمر ديروا بواحد المجموعه ديال الوان، يعني كتحاولوا تناسقوا الالوان اللي عندكم، كديروا واحد المجموعه كبيره ديال الالوان متداخله في بعضياتها كتجي، يعني داك التنمر تيجي زوين ماشي داك التنمر اللي كنعرفوا العادي، يعني اللي معروف من الاوائل من الاول ديالو بالقهوي والباج. دابا درت ما كتشوفوا هنا درت 2 دصفق منهم 6 درت 2 هنا و3 هنا وخليت واحد الوسط. دابا غندير 2 هنا ونخلي 4 وغادي نجي هنايا الفوق. انا يا هات تعمدت باش تكون الراند على 4 باش تبان لكم الضربه هكا. هنا عندي دابا نخدم 2 هذا مع مع الخيط على 3 يعني في الراند راه تجي زوينه بزاف، تجي شي حاجه متقونه. غير هذا على 4 كيبان لكم لي كارو كبار وزهم باش يبانو. دابا من 2 عندي 3 فوق من 2 عندي 3 دائما تنتراسيو
انا دابا خدامه غير بيد وحده لانني بعيد عليا الخدمه مع المرمخ ونفكر كابين داكشي علاش درنا ثلاثة غندير فوق منهم ثلاثة اخرين داكشي علاش خدامه بيد وحده ندير معكم غير هاد الشويه هذه وغنكمل انايا واحد شويه نعمر معكم بعدا في الوسط اللون الثاني صافي انا ساليت الشكل اللي بغيت على هاد الخيط وغندير خيط غوز ونرجع معكم دابا غندير هاد الغوزة هذا نجي لهذيك الوسطاني الاولى اللي عندي لتحت ندير هاد هكا نجي نعمر الربعة اللي عندي هنايا ان شاء الله مازال ندير معكم زواق ديال التونسي في الرنده تيجي زوين دابا ندير فوق منها جوج عندي ونمشي فوق منها وحده فوق منها وحده ثاني فوز طلب اخر ايوه نمشي فوق منها بوحده شو ما كاين مثل من طرس فوق الرندب بالبوينت كرو التونسي صراحة ماشي بحال رباطي ولا البريد ولا هادوك شويه صعب فيك ما كتشوفوا هاي الرشمه ديالنا انا نخدم واحد شويه هنايا غير شويه شي جوج ولا باش تبان لكم الخدمه كيف دايره ونرجع معكم انتو كيف ما شفتوا هنا انا درت هاد اللوينات غير باش نبين لكم كيف كتجي
صافي كديرو بطريقه عشوائيه، ماشي يعني مهم ضروري الشيف نقلو من الرشمه، نقلو من الرشمه في داك الدفصار اللي فيه المربع الصغار، وتخدموهم في الراند ديالكم، يا اما بجوج الوان يا اما بكثر، وبالاخص الاسود ولا البيج ولا الجري، المهم هكا شي الوان، يعني هو اي لون كيدخل فيه راه حتى تشوي بيجو فيه دوينات زوينين، يعني هذاك المنمر باللوينات كطلع شي حاجه زوينه بزاف وشي حاجه عصريه. المهم هذه هي الطريقه كيف كنضربوا الغرزه ديال البوان دو كخوا في الرنده. ان شاء الله فيديوهات، يعني مازال ان شاء الله غنقدم المزيد من الاشياء ان شاء الله اللي تطرقوا ليها في الرنده وفي غيرها. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم، وما تبخلوش لي بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يكون وصلكم كل ما هو جديد، ومشاركه القناه مع الاهل والاصدقاء، وشكرا على المتابعه.